ميدي إكسبرس. بشير قروي مش موجود بحضينا في الاستوديو، إنما هو في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. أهلا وسهلا بشير. مرحبا بك مريم، مرحبا بكل اللي يسمع فينا على إكسبرس FM. كما كنت تقول، أنا موجود توا في المقر بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، وين قبيله شويه ما عندش برشا من الوفات لا كونفيرونس دو بريس اللي كان عقدها السيليكسيونور ناسيونال فوزي البنزرتي. الندوه الصحفيه اللي كشف من خلال على 27 ملاعبي اللي باش يكونوا متواجدين في الترابس اللي باش يسبق مباراه المنتخب التونسي ولازيل كومور لحساب الجوله الثالثه والرابعه من الزيليميناتوار نتاع الكوب دافريك. الماتش الاولاني باش يكون نهار 11 اكتوبر في رادس، والماتش الرابع بالطبيعه واللي هو الثاني ضد نفس المنتخب نهار 15 اكتوبر في ابيجان في الكوت ديفوار. فوزي البنزرتي كان موجود معاه لي زادجوان نتاعو لي اسيستون نتاعو في الكونفرنس دو بريس اليوم، اتافوار عثمان النجار، قيس اليعقوبي، وكيف كيف لونترينور دي غارديان مبروك العكرمي. كما قلت 27 لاعب وجالهم الدعوه سيليكسيونور ناسيونال. ترو غارديان دبيوت، بشير بن سعيد من الله مميش، صبري بن حسن الغارديان تاع السي اس اس. بالنسبه للديفونسور نلقى واجدي كشريده اللي يرجع للكيب ناسيونال، راد بوشنيبه، ديلان برون، ياسين مرياح، منتصر الطال، نادر الغندري، علي العابدي، حسام بن علي، علي غرام. بالنسبه للميليو تيران نلقاو عيسى العيدوني، سرجاني ساسي، حمزه رفيعه، حسام تقا، محمد علي بن رمضان، ياسر الخير، يوحنا بعل المجبري. وبالنسبه للزاتاكون كيف كيف عنده برشا شوا السيليكسيونور ناسيونال، عايد الياس سعد، انس حاج محمود، يوسف المساكني، بلال ايت مالك اول كونفوكاسيون للجوار هذايا نتاع الكلوب، علي يوسف، بلال الناجري، سيف الجزيري، وكيف كيف زاد بروميير كونفوكاسيون بالنسبه لشهاب الجبالي. كيف اكبر مفاجاه بالنسبه ليك بشير؟ اكبر مفاجاه ولا قائمه بلا مفاجات؟ هو الحقيقة راه ما فماش برشا مفاجآت، باعتبار انه اللي عيط لهم الكل قاعدين يلعبوا، قاعدين معناتها كوسوسوا اللي يلعبوا معناتها اليترونجي قاعدين ياخذوا معناتها في طونجي. وبالنسبة للي موجودين في تونس معناتها سو كي ايفولي في الشامبيونات تونيزيان قاعدين يكوروا، ومعناتها قاعدين يعملوا في بريستاسيون باهية. وين نحكيو مثلا على شهاب الجبالي نتاع جوار نتاع المستير، كيف كيف بلال ماجري في الستاد تونيزيان، بلال ايت مالك. فما معناتها ان ميكس ما بين لي جون جوار ولي جوار اللي عندهم اكسبيريونس، كي نلقاو مثلا العيدوني، فرجاني ساسي، الياس الصخيري، حنابع المجبري وقت اللي خرج معناتها من مانشستر وخذا شويه طونجو توا معناتها في البطوله الانجليزيه. دونك معناتها سا اكسبليك ربما لي شوا اللي كان قام بهم فوزي البنزرتي، في انتظار انه نشوفوا معناتها الروندمون نتاعهم هذايا كيفاش يترجم معناتها سور تيران لو جور جي، ولو بريمي تيست باش يكون كيما قلت 11 اكتوبر في راد. شكرا ليك، شكرا ليك بشير، وانا متاكده باش ترجع لهذايا الكل من بعد في زون ميكست من الاربعه للخمسه نتاع العشيه. ميرسي بوكو. اهم